السيدة الأولى للبلاد تدشن وحدة العناية ورعاية المصابين بمرض فقر الدم بالمستشفى الجامعي للأم والطفل بحضور بعض من أعضاء الحكومة وشركاء البلاد في الصحة بجانب الأطباء. المجلس الوطني للنساء الرائدات ينظم احتفالا كبيرا لتوزيع المنح الدراسية ل 240 من الفتيات المتفوقات، وذلك بحضور ممثلة السيدة الأولى للبلاد ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة وعدد من المعزومين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية. دشنت اليوم السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو وحدة العناية ورعاية المصابين بمرض فقر الدم بالمستشفى الجامعي للأم والطفل. المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة وشركاء البلاد في الصحة بجانب الأطباء. رشاد حسن طه. استقبلت السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو عند وصولها المستشفى الجامعي للأم والطفل بهدف الافتتاح الرسمي لوحدة متابعة ورعاية مصابي مرض فقر الدم من قبل وزير الصحة العامة وعمدة مدينة أنجمينا ومدير المستشفى. الوحدة العلاجية التي بنتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع جمعية نون للثقافة والتنمية بهدف التسهيل للمصابين بمرض فقر الدم المنجلي المعالجة فيه بعيدا عن العناء ومحاربة هذا المرض الخطير باعتبار أن علاجه صعب ومكلف. الحفل الذي ترأسته السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير حضره عدد من أعضاء الحكومة سيما وزير الصحة العامة وأعضاء مكتب رئيس الجمهورية وأعضاء مؤسسة القلب الكبير والشركاء الفنيين والماليين. حفل بدأ بكلمة مدير المستشفى الجامعي لأم والطفل الدكتور محمد نور بكر الذي أشاد بالجهود التي تبذلها رئيسة مؤسسة القلب الكبير محددا الأسباب والتحديات التي تواجه المستشفيات التشادية في علاج هذا المرض. لكن الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير المستشارة حبيبة ساولبا قالت إن الوحدة العلاجية جاءت في وقت مناسب لأن المجتمع التشادي يحلم بها، كما تدخل في فلسفة مؤسسة القلب الكبير التي ترعاها السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو، مؤكدة تدريب عدد من الأطباء من قبل المؤسسة في هذا المجال بغرض مكافحة هذا المرض القاتل. بدوره وزير الصحة العامة محمود يوسف خيال دعا المواطنين دعم بنك الدم بالدم لأنه يساعد في الحد من خطورة هذا المرض، مثمنا جهود رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو على جهودها في مجال الصحة. عقب ذلك فقد قطعت السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير الشريط إذانا منها بالافتتاح الرسمي لهذه الوحدة العلاجية التي تحمل مجمل المعدات الصحية المساعدة في علاج هذا المرض. وعقب حفل التدشين شهدت السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو المحاضرة التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بقاعة المحاضرات التابعة لكلية العلوم والصحة البشرية تحت موضوع مرض فقر الدم والاستراتيجيات من أجل الرعاية والعناية بالمصابين. رشاد حسن طه مرة أخرى. عشية إحيائها الذكرى 3 من تأسيسها أحيت مؤسسة القلب الكبير وبحضور الرئيسة المؤسسة سيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو وعدد من أعضاء الحكومة والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وأعضاء مؤسسة القلب الكبير ومحاضرين بكلية الصحة والطلاب وعدد من أعضاء الحكومة محاضرة تحت عنوان مرض فقر الدم المنجلي المشاكل والاستراتيجيات من أجل تحسين ومتابعة الرعاية لهذا المرض. محاضرة بدأت بكلمة ترحيبية من قبل عميد كلية العلوم الصحية الذي قال إن هذه المحاضرة تدخل ضمن نشاطاتهم ولها أثر في برامجهم العلمية وتدعم التعليم الصحي والبيولوجي بالبلاد لأن هذا المرض له خطورة في حياة المواطنين. شاكرا في ذات الوقت السيدة الأولى للبلاد هند دبي إتنو على دعمها المتواصل للصحة العامة بالبلاد. وقال الطبيب الدكتور
دكتور بوبكر توري المالي الجنسية إن هذا المرض حالة من عدم توافر ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل ما يكفي من الأكسجين للجسم كله. وعن الوقاية أكد الأطباء بأنه على المصابين زيادة الاستشارة الطبية للحد من الأمراض الوراثية قبل الإنجاب وتفادي الإصابة بفقر الدم المنجلي. كما يمكن أيضا أن تشرح العلاجات الممكنة والتدابير الوقائية وخيارات الإنجاب. لكن الطبيب ماما كدبة السنغالية الجنسية تحدث عن خطورة هذا المرض في العظام، والذي قال إنه يسبب البكاء الشديد نتيجة الألم المبرح في العظام، لأنه يسبب نخاء العظام لكريات الدم الحمراء. بدوره تحدث الدكتور جيما دوم عن تحسين الرعاية ومتابعة هذا المرض، والتي وصف بأن المواطن لم يفهم حتى اليوم خطورة هذا المرض. الدكتور أنجلي المتخصصة في هذا المرض أكدت وجود المرض بالبلاد وسط الأطفال، مؤكدة بأنهم يعملون في هذا المجال منذ 17 عاما في ظلمة، وقد أشرقت اليوم شمس حماية المصابين بفقر الدم، مضيفة بأنه يجب وضع مشروع واستراتيجية وتأسيس أقسام للعناية بالمصابين للتسهيل على أولياء الأمور الذين ينتقلون من مكان لآخر، داعية الجميع إلى التوعية المتواصلة وتوفير الأدوية ومجانيتها وتدريب المتخصصين في هذا المجال. وقد تداخل المشاركون بمداخلات تشجع وتناشد السيدة الأولى للبلاد نديبيتنو والحكومة مضاعفة الجهود في العناية بالمصابين بهذا المرض، كما دعوا إلى إرسال عدد من الأطباء الخريجين للتخصص في هذا المجال الحيوي والمهم في حياة ومستقبل الأجيال. نظم اليوم أعضاء المجلس الوطني للنساء الرائدات مناسبة لتوزيع 240 منحة دراسية للفتيات المتفوقات. المناسبة كانت بحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة، وممثلة السيدة الأولى للبلاد مريم محمد نور. فاطمة داود الحمر. إن للتعليم دورا بارزا في غرس المبادئ والقيم في الإنسان منذ نعومة أظافره، وهو بلا شك يساهم في تقديم ورقي البلاد. لذا جعلت الحكومة قطاع التعليم من أهم أولوياتها، وتسعى دائما إلى بذل الجهود نحو تقدمه، الأمر الذي دعا المجلس الوطني للنساء الرائدات التشاديات كوناف إلى المساهمة في رفع هذا القطاع. لذا قام المجلس بمنح 240 منحة دراسية لصالح الفتيات المتفوقات، منهن متحصلات على الشهادة الثانوية لعام 2018-2019، ومنهن ما زلنا في المرحلة الإعدادية والابتدائية. في كلمتها الافتتاحية، رئيسة اللجنة التنظيمية للحفل حبيبة جالا بصفتها رئيسة لجنة الحاصلات على المنح دورة 2019 قدمت شكرها للكوناف على هذه البادرة التي قامت بها، والتي تسهم بلا شك في تطوير تعليم الفتيات. بدورها ممثلة رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات أمينة كوجينا أكدت بأن تعليم الفتيات من أهم أولويات الكوناف، وأن هذه البادرة جاءت مزامنة مع اليوم الدولي للمرأة الأفريقية، حيث إن تعليم الفتيات يساعد في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد. المجلس الوطني للنساء الرائدات يواصل في عمله من أجل تشجيع مواصلة دراسة الفتيات، كما إن مسار الحكومة في تطوير التربية للجميع من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2020-2030. إن المنح الدراسية التي يقدمها المجلس الوطني للنساء الرائدات التشاديات تلبي مطالب التربية للجميع والتحديات في وقتنا الراهن. رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات مريم محمد نور ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو عبرت عن امتنانها الكبير لعضوات الكوناف على جل النشاطات التي يقمنا بها، لا سيما في مجال تعليم الفتيات، مؤكدة بأن سلاح التعليم لا يعلوه سلاح، وبه تنهض الشعوب وتسعى للرقي، مضيفة بأن هذه المنح المقدمة من كوناف
ترفع من نسبة تعليم الفتيات ومواصلتهن في المدارس والجامعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنح الدراسية شملت الفتيات المتفوقات في كل من المراحل التعليمية، منهن اليتيمات وبعضهن يمثلن الشرائح الضعيفة، كما أن أيضا للمكفوفات نصيبا من هذه المنح. الورشة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع شركائها في التعليم حول دراسة الجوانب المتعلقة بتقوية التعليم ومحو الأمية في تشاد، أنهت هذه الورشة أعمال أمس بحضور المدير العام للتعليم والتكوين محمد البخاري ممثلا لوزير التربية الوطنية وترقية المواطنة محمود مسلفي. خلال يومين من فعاليات الورشة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، تمكن المشاركون من دراسة الجوانب المتعلقة بتطوير النظام التربوي في البلاد، لا سيما التعليم قبل المدرسي ومحو الأمية والتعليم غير النظامي. كما تطرق المشاركون أيضا إلى دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام. من خلال دي يعني الناس قدرت تعرفت على أهداف الرؤية التربوية في تشاد في الوقت الراهن، ومن خلال ده أيضا تعرفنا على مشروع ما يسمى بمشروع تعزيز التربية ومحو الأمية، اللي هي أصلا مشروع انبثق من الرؤية العامة دي وركزت بصورة أساسية لدعم التعليم الابتدائي ودعم محو الأمية والتعليم غير النظامي. مناسبة اختتام فعاليات الورشة سمحت للمشاركين بتقديم توصيات للحكومة عبر الوزارة المعنية بغية تنفيذ المشاريع الحيوية في هذا المجال والسعي إلى توفير المعينات المطلوبة في العملية التعليمية. بدوره المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد البخاري عمر ممثلا للوزير، قال إن المشاركين خلال يومين تمكنوا من وضع النقاط على الحروف في الجوانب الأساسية للخطة المؤقتة للتعليم في تشاد في الفترة ما بين 2018-2020 لتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المدرجة في جدول أعمال المشروع الخاص بتقوية النظام التربوي في البلاد. وأخيرا امتدح جهود شركاء البلاد في هذا المجال على وقوفهم الدائم مع الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية الرامية إلى نهضة المدرسة التشادية. رأست اليوم مديرة ترقية القطاع الخاص بوزارة التجارة والصناعة ممثلة للوزيرة، رأست فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة شركة تندماي للتجارة والاستثمار، وذلك بهدف مشاركتها في أعمال الملتقى الإفريقي الدولي للاستثمار الذي سينعقد بمدينة جدة السعودية مطلع فبراير القادم. بحر الدين عبد الشافي. هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة شركة تندماي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية القطاع الخاص والغرفة التجارية، يهدف المؤتمر إلى عرض البرامج والمشاريع التي تنفذها الشركة في مجال الاستثمار التنموي ومعرفة الطرق والوسائل المتاحة للمشاركة في الملتقى العربي الإفريقي الدولي للاستثمار الذي سيعقد من 3 حتى 5 فبراير 2020 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. هذا وقد تحدث ممثلو الأطراف المعنية عن الهدف من إنعقاد هذا المؤتمر الصحفي. ملتقى للمستثمرين اللي عندهم الرغبة يستثمروا في إفريقيا، والملتقى الجاية دي ملتقى مهمة لأن في مبالغ ثقيلة ومبالغ كبيرة مخصصين للاستثمار في إفريقيا. المنسق العام لشركة تندماي للتجارة والاستثمار أكد بأن الشركة تمثل 14 شركة إفريقية في هذا الملتقى العربي الإفريقي. رؤيتنا أن الاستثمار والتمويل الخارجي هو الذي يطور البلاد، هو الذي يفتح المجال للنمو، ونحن لا نقصد الدولة فحسب بل الشركات الكبيرة، الشركات المتوسطة، رجال الأعمال، نساء الأعمال، حتى منظمة المجتمع المدني مشمولة في برنامجنا للتنمية والتطور. الجدير بالإشارة فإن تشاد تشارك في هذا الملتقى 400 شخص، وتم تشكيل لجان الخدمات لتنظيم الإجراءات. التقى اليوم ممثل صندوق الأمم المتحدة لدعم الأنشطة السكانية بنغي أنغوم بأعضاء شبكة الشباب من أجل التنمية في تشاد، وذلك بهدف تشجيعهم في تكوين المشاريع التنموية وفقا لرؤية الخطة التنموية 2030. آدم حنفي فاضل. رؤية عام 2030 لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية السكان حول الشباب والنساء وحصة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لهما في عام 2020، تلك هي رموز الأمل والأحلام.
ذلك ما دفع أعضاء شبكة الشباب من أجل التنمية بتشاد إلى تنظيم هذا اللقاء التفاكري بالتنسيق مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية السكان بنغين غوم، وذلك بهدف مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بتثقيف الشباب ورفع كفاءتهم من أجل المشاركة الفعالة في تنمية الوطن عبر مشروع ستارتوب. اللقاء كان واضحا وجليا حيث تناول المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا الصحي والاستثمار من خلال المقاولة الشبابية وغير ذلك من دعائم الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة استعدادا لرؤية عام 2030. كما شهد اللقاء العديد من المداخلات التي قدم فيها أعضاء الشبكة كلمات الشكر والعرفان للمحاضر الأممي بنغين غوم. ويذكر أن شبكة الشباب من أجل التنمية بتشاد أنجزت الكثير من الأنشطة الاجتماعية والصحية وكذا الاقتصادية والأخيرة المتمثلة في تصنيع هذه المواد المعلبة. كما قام اليوم المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة لدعم الأنشطة السكانية بزيارة لمقر إذاعة صوت المرأة التابعة لدار المرأة التشادية، وذلك بهدف معرفة سير العمل بالإذاعة والصعوبات التي تواجهها. الطيب مدثر. هكذا استقبل المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لإذاعة صوت المرأة التابعة للبيت الوطني للمرأة. وتهدف هذه الزيارة إلى تفقد وتقييم عمل الإذاعة وكذا معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه الإذاعة الوليدة. منسق إذاعة صوت المرأة قدم عدد من المقترحات والمتطلبات، منها دعم الإذاعة من أجل استمرار العمل. المدير العام للبيت الوطني للمرأة أمينة بريسيل عبرت عن فرحتها بهذه الزيارة التي قام بها المسؤول الإقليمي، وقالت إن إذاعة صوت المرأة تعنى بقضايا المرأة التشادية وتعبر عن همومها ومشاكلها، مشيدة بدور صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام بقضايا المرأة وذلك بتقديمها هذه الإذاعة كهبة للبيت الوطني للمرأة. من ناحيته المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا ما بنغي كوم أشاد بدور البلاد في مجال الاهتمام بالمرأة، وقال إن المرأة تعاني في انحصار دورها الإعلامي خصوصا في المجتمعات الإفريقية، كما أن فكرة وجود إذاعة متخصصة بقضايا المرأة تعبر عن همومها وقضاياها ينصب في صميم الديمقراطية، مشيدا بالعمل الذي يقوم به الموظفون والإعلاميون التابعون للإذاعة. هذا واختتمت هذه الزيارة بتفقد مختلف أقسام الإذاعة. وصلت البعثة الفنية التابعة لإدارة البيئة والمياه والصيد برئاسة المدير العام النائبة لإدارة الغابات والموارد البرية والثروة السمكية بالوزارة، وصلت هذه البعثة إلى مدينة بالا عاصمة مايوكا بغرب، حيث التقت بحاكم الولاية، وذلك بغرض النظر في كيفية تحويل غابة بندير إلى محمية وطنية. حسن جد عمر. غابة بندر ليري للحياة البرية تعد ثالث أكبر منطقة محمية في تشاد، توجد بها مختلف أصناف الحيوانات البرية تقدر مساحتها ب 135 ألف هكتار. وقد شهدت هذه المنطقة في الآونة الأخيرة حدوث عمليات الصيد غير المشروع تسببت في انقراض عدد كبير من الحيوانات ولجعلها محمية وطنية كبقية المحميات. وقعت وزارة البيئة المياه والصيد على بروتوكول تعاون مع منظمة النووية الفرنسية يرمي إلى جعلها هظيرة تشرف عليها المنظمة والشروع في العمل رسميا. أوفدت الوزارة هذه البعثة الفنية التي تقودها المديرة العامة النائبة لإدارة الغابات والموارد البرية والثروة السمكية بالوزارة نينوجي مادينغا. بمختلف المقابلات شرع الوفد في شرح الأهداف الأساسية للبعثة لجميع المسؤولين، وتضمنت الرسالة مسألة الحفاظ على البيئة ومحاربة الصيد الجائر. وقد وقفت البعثة بعد مختلف اللقاءات بمحمية بندر ليري. أول ريزيرف ده الناس جاي يدخل فوقه جاي يقتلوا جاي يقتلوا شدر جاي يسبوا دواء في علم دول جاي يقتلوا هو دول بكان لقى تلف وخلاص نوى ما إتا الحكومة لما خرج مساوا دخلوا يبرزروا لي بكان ده. بعد ما كان في البارك عنده أشياء كثير تجي فيه، أشياء كثيرة تجي للشعب السياحة تتطور في لب البارك
والتنميم الخارجي يكون في البلد وتطور البلد. وقد حث الوفد المسؤولين التقليديين إلى إخطار قوات حرس الغابات بجميع المحاولات التي من شأنها المساس بالبيئة. وقد أبدى جميع المسؤولين الذين قابلتهم البعثة جاهزيتهم لدعم هذه الفكرة. من كبيرة جا ومال قاعدين حكومة ويل ما بقدر بكرة كلام ده حكومة ما شاء شاف أوينجي نويدا كان سوقر يعني بقدر بكرة حيوان القاعدين في اللبا. كما أكد بعضهم بأن الحفاظ على البيئة أمر يحوم الجميع ولا يختلف اثنان في ذلك. بدأت اليوم بمستوصف البصر بحارة تنجاري بالدائرة الثامنة أعمال المخيم الطبي لعلاج أمراض العيون الذي ستجرى فيه عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء بجانب إجراء الكشوفات الطبية بالمجان. خليل حسن صالح. هنا بمستوصف البصر الطبي بحارة تنجيري اصطفى المصابون بمرض مياه العيون البيضاء والتراكوما لتلقي العلاج المجاني الذي يقدمه المخيم الطبي الذي نظمته المنظمة الإنسانية للمساعدة والتنمية أوهات بالتعاون مع مستوصف البصر الطبي التشادي. ومنذ بداية هذا المخيم خضع أكثر من 100 مصاب بهذه الأمراض لعمليات جراحية كللت بالنجاح وفقا للطبيب القائم على أعمال المخيم. الحمد لله العمليات تجري بصورة تنظيمية وصورة جيدة. أشكر منظمة الأوحات اهتمت بموضوع المساكين الموجودين في تشاد. جات أدت المساعدة وعملت معنا برنامج عشان للناس المرضانين تعالجهم. هكذا وبعد نجاح العمليات تحصل كل مريض على حدة على نظارة طبية للوقاية من أشعة الشمس والغبار. بدأنا قبل قريب 4-5 يوم والعمليات بدأت ولسه يداوم حوالي أسبوع زيادة إن شاء الله. طبعا بتشجيع السيد الرئيس إدريس ديبي بتشجيعه وبتشجيع السيدة الأولى. الحمد لله المرض قلت كثير. المنسق العام للمنظمة الإنسانية للمساعدة والتنمية أشار إلى أهمية البصر في حياة الإنسان. هذا المخيم سيستمر لأيام أخرى وهي فرصة للمرضى الذين لم يجدوا حظهم من العلاج للإقبال بغية تلقي الرعاية الطبية والمتعة بنعمة البصر هنا بمستوصف البصر. عقد اليوم أعضاء الصليب الأخضر التشادي مؤتمرا صحفيا تناولوا من خلال الجوانب الإيجابية لقرار رفع أسعار المشروبات الكحولية. عبد الله هارون. يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه أعضاء الصليب الأخضر التشادي للحديث عن الآثار الإيجابية لقرار رفع أسعار المشروبات الكحولية والتي برأيهم تلزم الدول الأعضاء في المنظمة الصحة العالمية لفرض مزيدا من الضغوطات لتخفيف الأضرار الناجمة بسبب تعاطي الكحول وخاصة الشباب. وقد أكد الأمين العام للصليب الأخضر التشادي إن الإجراءات المتخذة ستقلل من الآثار السلبية التي تلحق أضرارا في الصحة الجسدية والعقلية لمتعاطي الكحول. كما أن الكحوليات تسبب العديد من الوفيات في السن المبكر خاصة فئة الشباب بسبب السرطانات وغيرها من الأمراض. ووصف الاستراتيجية المتعلقة بشأن رفع أسعار المشروبات الكحولية بالصائبة وتسهم في التنمية الاقتصادية فضلا عن تجنب الإصابة بالأمراض وتأمين صحة المستهلكين. وطرح بعض ممثلي وسائل الإعلام المختلفة أسئلة حول هذا الموضوع ورد عليها العميل العام للصليب الأخضر التشادي ساماجي بيانتونيه بالقول إن هذه الخطوة يجب أن تستمر حتى ينخفض عداد متعاطي الكحول وخاصة المراهقين. سياسيا نصب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة بوردو الفرنسية عبد المجيد عبد الرحمن نصب أعضاء المكتب الفرعي للحزب وذلك في مناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل المناضلين هناك. محمد السلك غلام. مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ببوردو إحدى المدن الفرنسية احتشدوا جميعا للمشاركة في مناسبة تنصيب أعضاء المكتب الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بفرنسا والبالغ عددهم 10 أعضاء يترأسهم المناضل أمين قابدو كأمين عام للMPS بمدينة بوردو الفرنسية. وتم تنصيبهم رسميا من قبل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بفرنسا عبد المجيد عبد الرحمن.
وعقب تنصيبه رسميا الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة بوردو الفرنسية أمين قبدو، شكر جميع مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمنطقة، وأكد بأنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل رفع راية الحزب والفوز في الانتخابات التشريعية القادمة، داعيا رفاقه بالمكتب إلى ضرورة التعاون والتعاضد من أجل تحقيق الغرض المنشود. الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بفرنسا عبد المجيد عبد الرحمن أعرب عن فرحته وأكد بأن ذلك يدل على النية الصادقة للمناضلين لمشاركتهم المسيرة التنموية، داعيا أعضاء المكتب الجديد إلى العمل أكثر من أجل توعية المغتربين التشاديين بفرنسا بمبادئ الحركة الوطنية للإنقاذ والمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. نظمت اليوم جمعية إحياء تراث كانم حفلا لتكريم الدكتورة خديجة أباي موسى الحائزة على درجة الدكتوراه في التاريخ من خلال بحثها الذي جاء تحت عنوان تراث مملكة كانم. عز الدين الأمين. تقديرا وتحفيزا لها على ما حققت من إنجاز علمي، فإن جمعية إحياء تراث كانم بادرت بتكريم الدكتورة خديجة أباي موسى الحائزة على درجة الدكتوراه في التاريخ في العام 2018 من خلال أطروحة بحثها الذي أعدته في تاريخ مملكة كانم. المحتفى بها الدكتورة خديجة أباي موسى شكرت كل من كان له الفضل في إنجازها العلمي هذا. هذا البحث المتواضع مملكة كانم التي تعد اليوم موجودة في إقليم كانم وعاصمتها مور، والتي قدمت خدمات جليلة للإسلام والمسلمين من أول عهدها عهد السلطان أمي. رئيس جمعية إحياء تراث كانم بيّن في كلمته أهمية البحث الذي أعدته المحتفى بها، ويعزز من أهداف الجمعية الساعية إلى التعريف بتراث كانم من خلال الحفاظ على المدونات الخاصة به. أشكر الأخت دكتورة خديجة أباي لاختيارها هذا الموضوع، وهو موضوع تراث كانم، فهي بلا شك من المواضيع المهمة جدا، كما قالت لنا هي طبعا من المواضيع والأطروحات العلمية المهمة جدا. واختتم الحفل بتقديم شهادة شكر وتقدير للدكتورة المحتفى بها من قبل ممثل سلطان داركانم. إخفاقات المنتخب الوطني لكرة القدم وخسارته في المواجهتين في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وعليه طرحت العديد من التساؤلات من قبل الجمهور وحتى المعنيين بالشأن الرياضي. ولمعرفة المشاكل الحقيقية لفشل كرة القدم الجديدة، فقد عد الزميل عباس بكر مصطفى الورقة التالية نتابع. مسألة كرة القدم التشادية ستظل عالقة حتى يتم إيجاد حل لها عاجلا أم آجلا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين تكمن مشكلة كرة القدم التشادية في الآونة الأخيرة بالنظر إلى مختلف الجوانب الفنية أو مساهمات الحكومة بطريقة أو بأخرى، كما أن مشكلة كرة القدم المحلية تحتاج إلى حلول على حسب مشجعي منتخب كرة القدم السو. كما أن البعض الآخر يرى أن الحل ليس في ناحية الدعم المالي فقط، وإنما يكمن في كيفية اختيار اللاعبين من قبل الفيدرالية التشادية لكرة القدم. يا لدينا يا رب بالوم
أي شيء بعدين بقولي أنا أصبر أنا بلنا ماني غادي كبن نلوم ونجي نصوص سيانس درني سيانس ونلعب ومكش لما نقدر نصوص بكوان. آراء متفاوتة لإيجاد حل لكرة القدم التشادية التي عرفت بالفشل، فهل يا ترى يمكن أخذ الاقتراحات المقدمة من قبل المشجعين وإيجاد آذان صاغية لها والعمل على تطوير كرة القدم التشادية كباقي الأمم نحو الأفضل للحصول على نتائج إيجابية تشرف جماهير الكرة التشادية في الأيام المقبلة؟ ونأمل أن تجد اقتراحات المشجعين اهتماما من قبل المسؤولين الرياضيين التشاديين للخروج بالكرة التشادية إلى بر الأمانة، ولكن هذا لا يمنع من طرح الأسئلة لهم في التغطيات القادمة في مجال كرة القدم باعتبارهم المسؤولين الأوائل عن هذا القطاع الجماهيري العريض. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.